نروح لحدث تاني، والحدث السياحي طبعا الأهم والأبرز في مصر خلال الفترة اللي احنا دلوقتي موجودين فيها، اللي بدأ نهاية الأسبوع اللي فات، وهو مهرجان العالمين. العالم عالمين، النهاردة دخلنا في اليوم السادس لانطلاق فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية صيف 2024، واللي كل يوم بيحقق مكاسب إيجابية أكتر من اللي قبلها، باعتباره المهرجان الأول من نوعه اللي بيجمع ما بين سحر الفن وشغف الرياضة في مكان واحد. مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات، امبارح كان في فعاليات اليوم الخامس، كان في مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة متنوعة في مختلف المجالات رياضية وفنية، وطبعا عدد المشاركين بيزيد كل يوم بحسب عدد الأنشطة المختلفة في المهرجان. من ضمن الأحداث المهمة زي ما بستعرض مع حضراتكم، يعني الصورة بتبقى خير دليل، يعني الصورة أهم من الكلام ومن اللي بنقراه، إن وزارة الثقافة نظمت كارنفال ضمن فعاليات مهرجان العالمين. تخللوا مجموعة من الفقرات، فقرات مهمة استمتع بيها الجميع بجانب العروض التابعة لوزارة الثقافة زي البلياتشو أو المهرجين وفقرة الساحر، ده كمان بالإضافة لفقرة الفنون الشعبية اللي مثلت جميع ربوع مصر، بحري وفرقة الأنفوشي والصعيد والحاجات الجميلة اللي كنا بنفتقدها، يمكن الحاجات اللي بنعيشه دلوقتي من أجواء بيفكرنا بزمان. يعني زمان كنا دايما نشوف الساحر قريب من البحر بقى، العجمي واسكندرية والجمال، ولكن الجمال اللي احنا شايفينه قدام الشاشة ده سبحانك يا رب، يعني الطبيعة الخلابة كجو وشمس وهواء وكل حاجة، يعني منظر ساحر الصراحة. إلى جانب طبعا مجموعة مميزة جدا من الفلكلور وفقرات جميلة وسيرك وعروض وألعاب، فقرات ممتعة، بجانب طبعا مجموعة الألعاب الترفيهية، كان في سباق للسيارات، كان في مسابقات ثقافية داخل المدينة التراثية. وعايزة أقول كمان إن يعني حاجة مميزة جدا في مدينة العالمين إن الممشى السياحي بيفرض نفسه العام ده على المهرجان، لأنه في مجموعة كبيرة جدا من الفعاليات بتحصل في الممشى السياحي. شفنا فقرات بالعود من مجموعة من العازفين تكلم عنها زائرين بشكل إيجابي جدا، ناس اللي رايحين يغيروا جو ويصيفوا ويحضروا المهرجان بمختلف فعالياته. فعاليات اليوم الخامس اللي كانت موجودة امبارح باختصار، خليني أقول لحضراتكم امبارح كان اليوم بيضم إيه. قبل ما المهرجان يبتدي كنا بنقول لكم إن هيبقى في حاجة اسمها مهرجان الطعام، وده كان موجود امبارح، كان عبارة عن عربيات للأكل موجودة على البحر، والجميع كان بيشارك في مهرجان الطعام. كمان مهرجان الرياضة، واللي كان فيه مجموعة من الرياضات زي رياضة الباراموتور ورياضات لذوي الهمم كمان كجزء من الأسرة، أنشطة ريد بول ومباريات كرة القدم الخماسية اللي دايما بتتلعب على الشواطئ، وكمان كرة الطايرة الشاطئية. دي كانت مجموعة من الألعاب الرياضية اللي كانت بتشارك امبارح في المهرجان في اليوم الخامس، بالإضافة كمان لمهرجان المسرح اللي يعني تم عرض فيه فيلم رومانسي امبارح في المسرح.